حدث الكابتن سميرة الدليمي مدربة لياقة البدنية وخبيرة التغذية الصحية، فتاة عراقية مكافحة في الحياة صنعت نفسها بنفسها وعملت في مجالات عديدة منها الإعلام وآخرها تخصصها في المجال الرياضي، حيث فتحت مركزا لها للتدريب اللياقة البدنية وحققت نجاحا في هذا المجال. الكابتن سميرة تعرضت إلى حادث مروري بشع تسبب لها بأضرار جسدية تعافت منها بصعوبة ولا تزال إلى الآن تعاني بعض الآثار بسبب الحادث. بعد هذا الحادث وتماثلها للشفاء قدمت سميرة دعوى قضائية ضد مرتكب الحادث الذي اعتبرته حادثا مقصودا، وشخصت الجاني الذي لا يزال هاربا إلى الآن. لأجل معرفة تفاصيل جديدة لهذا الحادث نلتقي عبر السكايب مع الكابتن سميرة الدليمي. حياك الله ست سميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحمد لله على سلامتك بداية. الله يسلمك، الله يخليكم. في البدء ممكن توضحين أن الحادث شلون صار وشلون تعرفتي له بالموضوع، بداية الحادث بشنو شعرتي شلون صار الموضوع؟ تمام، أنا تعرضت إلى جريمة يوم 5/5/2021 صادف يوم الأربعاء. طبعا ذهبت إلى شغلي وكان الشارع فارغ وأنا عبرت الشارع وكملت الشارع، إجا بسيارة سوداء وضربني وقعني بالقاع داس علي وطلع. زين، نعم. لماذا ترجحين ان الحادث مقصود وان محاوله اغتيالك على شنو تستند؟ مو انا رجح، فيديو عمليات بغداد هو يكفي، يعني هو يعرف عن نفسه. نعم. انه ليش كسر علي وليش ما من ضربني، احنا كنا نتعرض لهاي الحوادث واقدار، كنا معرضين انا وانت والناس كلها، بس اللي صار انه هو داس تعمد انه يضربني يدوس علي ويطلع. نعم. فليش كسر علي وضربني؟ خلاني طبعا فقدت الوعي. طيب يعني اكيد اليوم عندك انت مناشده وحابه توصلين رساله ومطلب من خلال هذا الموضوع، حتى انه يكون اكو انصاف لحضرتك واعاده الحق لك، شنو حابه توصلين؟ اريد حقي قانونيا وماديا، والضرر النفسي اللي سبب لي اياه. انا حاله نفسيه صارت بي من ورا هذا الحادث. نعم. لان صار عندي عاهات مستديمه اثنين، عيني اللي ما اشوف بيها وتشوه بوجهي والحوض والمثانه اللي عندي، هذا عاهه مستديمه دائميه ظل طول العمر بي، فاريد حقي من يجيبوا لي اياه، وهم اهل المروه وناخيتهم واني خلي يعتبروني اختهم، والحرمه وانا حرمه والحرمه بشار بالخير، واكيد ان شاء الله ما راح يقصرون وياي. نعم ست سميره، ان شاء الله رسالتك توصل ونتمنى لك الشفاء العاجل باذن الله، وباقرب وقت ان شاء الله اكيد القضاء يكون منصف. لذلك ست سميره الدليمي كنت معنا عبر السكايب، شكرا لك ونتمنى لك الصحه والعافيه. حياك الله. الله يخليكم، حياكم الله، واشكركم على مجهودكم، جدا ممنونه. شكرا لك. طبعا اكيد مشاهدينا مستمرين ببرنامج المنصه لهذا اليوم، نروح لفاصل من بعدها راجعين.